ليلاتكم حبينا فيكم مولدي اهلا السلام عليكم، تحيه لكم جميعا، تحيه لهاد الناس اللي كيتسناونا غنطلعوا عندهم ان شاء الله. وكيف كتعرفوا كاملين انا من البدايات ديال المهرجان ديال مدينه تفلت، وانا كنشارك معاهم في الحفلات ديالهم في هاد المهرجانات ديالهم. وكيف كتعرفوا دائما كانوا السهرات عندهم ناجحين، وجمهورهم دائما كان عنده الذوق، جمهورهم يحبوا الفن. ولكن ما نساوش بالله تفلت راه مروا منها فنانين كبار ومنه وكتاب كلمات وكتاب، راه الله يرحم ميلود، الله يرحم عاشور، هم عيسى، راه عنده دازوا منها فنانين كبار اللي عطاو للمغرب للاغاني اليوم ديالهم بقى كداولوا. تفلت معروفه برجالاتها، معروفه بناسها، فحتى حنا كيشرفنا اننا نحضروا في هذا المهرجان ونكونوا دائما تنتلاقاو مع هذا الجمهور الجميل اللي حتى هو كيزيد يزين الفرجه بالحماس ديالو، بالنشاط ديالو، يعني الجمهور يعني مخلق. فكنتمنوا اننا نقضيو معاهم ساعه زوينه ان شاء الله ويعجبهم الحال، ونشاركوا معاهم كل عام ان شاء الله. الجديد كيمر في التلفزيون، ما بقاش عندنا داكشي ديال التسجيل، فين ما كتكون شي عندنا شي مناسبه في التلفزه الا وكان نديروا فيها الجديد، هذا هو اللي كاين. شكرا. ندى عند غدا خير حمونا ندى وعند الدايا جمهور مدينة تفلت هو جمهور مغربي، لأنه متعرف مدينة تفلت مدينة كيقصدوها ياسر من الناس على في المغرب كامل، فهو جمهور مغربي محض اللي احنا متعودينه، جمهور راقي، جمهور يتذوق جميع هذا. كي شفت اليوم كان تنوع، لأنه هذا واجب الفنان أنه يعدل أنيمي السهرة، لانه كما كتشوف لان الجمهور من اعمار شبابيه وهذا يبغوا مثل هذا البرنامج. وحنا متعودين ان جمهورنا المغربي دائما يحترمنا ويحترم جميع الفنانين، حتى الفنانين اللي يجوا على برا. هذا جمهور راقي، هذا الجمهور المغربي لا يعلى عليه. تقدروا تشوفوا فنان طالع في التمثيل؟ يمكن ندعي عنك انت مع، لانه انا عندي مسلسل، عندي بطل تيلي فيلم من توقيع فاطمة بوبكدي، وهذا تناصفت البطولة مع ياسين حجة اللي صورناه في 2011 دموعك يا فريحة، موجود وهذا والترجم للأمازيغية والترجم لبعض اللغات. كيف اني تجاوبت؟ لأن الجمهور ديال تفلت هو جمهور مغربي محض، هون لا يتجبر أهل الدار البيضاء وأهل مراكش وأهل طنجة والجنو، يعني هذا جمهور مغربي. احنا اللي تعودنا دائما جمهور مغربي، جمهور راقي. عندي إصدار
الاغنيه السلام اللي ان شاء الله اللي نصورها مع اطفال العالم ان شاء الله اللي نصورها في جنيف. وهذا موضوعها موضوع السلام لما نعيشه نحن العالم كامل بهذا هذا الاسم. فمن بلد مغرب من بلد السلام احنا كنطلب السلام للعالم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.